أهلا بكم متابعي سودانية 24 أينما كنتم، وإلى موجز الأخبار. أعلنت سفارة السودان بالقاهرة أن وفداً من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني سيبدأ مقابلة المواطنين الموجودين بجمهورية مصر العربية لتقديم شكواهم بمقر السفارة بالدقي اعتباراً من 11 من نوفمبر الجاري من الساعة 5 مساء حتى الساعة 8 مساء من 1 إلى 5 من كل أسبوع. وأشارت إلى أنه على كل متضرر إحضار مستنداته وقائمة بالأموال والأصول التي تعرضت للسرقة أو النهب وقيمتها وإرفاق فلاش بالصور والفيديوهات التي توثق الانتهاكات. قال وكيل وزارة الخارجية السوداني حسين الأمين الفاضل إن الدور الروسي في أفريقيا مهم جدا لتعدد الأقطاب، لأن العالم لم يقبل وجود قطب واحد، وأن وجود روسيا مهم لخلق هذا التوازن في القوى العالمية. وأكد خلال لقاء مع قناة روسيا اليوم ضمن مشاركته في المؤتمر الوزاري الروسي الأفريقي الأول أن علاقات السودان وروسيا قديمة منذ ستينيات القرن الماضي، وكان السودان مدخلاً لروسيا إلى أفريقيا. كشفت منصة نداء الوسط عن ارتفاع عدد الضحايا في مدينة الهلالية الواقعة في شرق ولاية الجزيرة إلى نحو 300 شخص جراء الحصار الذي تفرضه ميليشيا الدعم السريع المتمردة على المنطقة منذ أكثر من أسبوعين. وقالت المنصة في تعميم إن أسباب الوفيات وسط المواطنين المحاصرين في المنطقة في ظل انعدام أبسط مقومات الحياة تراوحت بين إصابات بالأعيرة النارية والتسمم. أصدر والي جنوب دارفور بعد التشاور مع وزير الحكم الاتحادي قراراً قضى بإعفاء 7 من نظار القبائل بالولاية بسبب مشاركتهم ميليشيا الدعم السريع المتمردة وتعاونهم على إثارة الحرب ضد الدولة وتدمير العاصمة الخرطوم ومدن ودمدني وسنجا ومعظم مدن دارفور، وذلك بالتحريض والاشتراك الجنائي. وشمل القرار النظار التوم الهادي عيسى دبكة ناظر البني هلبة، يوسف علي الغالي تاج الدين ناظر الهبانية، عبد الرحمن محمود السنوسي ناظر التعايشة، مقدم شرطة متقاعد محمد الفاتح السماني ناظر الفلاتة، محمد يعقوب إبراهيم ناظر الترجم، التجاني عبد القادر محمد عثمان ناظر المسيرية، علي حسين ضي النور أمير الرزاقات بجنوب دارفور. قال عدد من الناجين من القرية الحضور شرق ولاية الجزيرة لفريق شبكة أطباء السودان إن الدعم السريع قام بقتل 11 شخصاً وإصابة 18 آخرين بينهم أطفال ونهبة المركز الصحي ومنازل المواطنين. وأكدت الشبكة أن معظم قرى شرق ولاية الجزيرة أصبحت خالية من السكان نتيجة لتزايد الهجمات عليها، فيما تعاني القرى الأخرى من حصار شديد وندرة في الأدوية والغذاء، مما ينذر بكارثة إنسانية إذا لم يتم فك الحصار عن هذه المناطق وإجلاء المواطنين أو إدخال مساعدات إنسانية عاجلة. نهاية الموجز، إلى أن نلتقيكم مرة أخرى في نشرتكم الإخبارية. إلى اللقاء.